ونكتب عليها ايه؟ المجوهرات اللي ورايا دول مش بتوعي، دول جولي نقطه في اسبوعي. وزع فشار بقى على الناس. طبعا يا ابني. يا عم ما تعرفناش بطل غباء. انت اللي غبي يا عم. والله العظيم انت اللي غبي. والله انت اللي غبي. اثبتنا. فاكر يوم ما رحنا نسرق وقلت لك شايف الخزنه دي عايزك تفورها؟ فاكر عملت ايه؟ خدت الخزنه وقعدت ارج فيها لحد ما فارت. هي كده فارت؟ مش غرقتنا فلوس يبقى فارت. انا هثبت لك. فاكر اول امبارح لما رحنا فرح علي علوكة؟ لا مش لا افكرك خد تعالى. مش واحنا راجعين وقفنا كمين قال لنا انتوا شاربين؟ قلت له لا يا باشا فايقين. قال لي طب قول لي جمله اخرها لا، لو قلتها تبقى فايق وهتروح. قلت له انا اقتل اسرق اخش البوكس لا. قال لي انت فايق روح. فاكر انت عملت ايه؟ لا مش فاكر. لا افكرك انا الظابط. خد يلا. باشا خد تعالى. انت مين؟ انا العبد لله ضرب القطر في داره مشاه. الجرافيك ده اللي انت عايش فيه ده انت متكيف صح؟ متكيف؟ لا. طب لو قلت لي جمله اخرها لا يبقى انت فايق وتروح. باشا وانا قلت لك على الحياه حياتك على الصدقاني؟ لا. يبقى انت فايق يا باشا روح. صح ولا لا؟ افتكرت؟ مش ساعتها الظابط اعجب بينا؟ واصر يروح معاه الاسم ويأكلنا هناك؟ والله ده لسه ما لمتش بواقي الاكل اهي من على قفاه. انت ما بتعرفش تلم السفره. انا مالي؟ بقول لك ايه؟ وبعدين انت مشغل معانا واحد غبي وانا الاغبياء بيعطلوني والمصحى. والله بيعطلوا جدا الاغبياء. والله عظيم. معلش ده قريب المعلم نستحمله ماشي؟ ماشي. اسمه ايه هو؟ اسمه فرانكات. ايوه هو ترنشات. يا ترنشات. فرانكات. يا ايوه يا عم مش عارف مش عارف انط مش عارف انط من على الصورة اعمل ايه طيب؟ مساء الخير. مساء النور. انا وسام حضرتك. مساء الخير. ايه ومساء؟ احنا حراميه يا ابني. صباح الخير. يا ابني صباح الخير. احنا مجرمين حراميه. هاي هاي ايه يا عم؟ هنسرق اكونت على الفيس وايه اللي هاي؟ يا ابني حراميه يعني تخش تقول ليلتكم بتشكل ولا بتاع كفته؟ يا عم ده ما ينفعش معاك الكلام ده. انت شايفه ده وسيم. ربنا يخليك. ده انت اللي قمر. ما تقوليش قمر يا عم. يعني انت كويس. ما تقوليش كويس. ده منظر واحد كويس. ايوه حد حلو. انا مش حد حلو يا عم. خلاص حد زفت. الله يخليك. يا قذر. والله العظيم هتغرى وبطل سرقه. والله يا زباله. الله يبارك لك يا رب. انت بتفرحوا بالحاجات دي قوي قوي. طب استنى. يلعن ابو شكلك. لا انا ما بحبش المجاملات. خليك كده. خليك كده طبيعي معانا. في ايه؟ بقول لك انتوا لازم تساعدوني. ماشي هنساعدك. انا فيا اللي مكفيني. مالك انت هتعيط؟ ايوه هعيط. ليه مالك؟ عشان انا انسان مؤدب ومحترم ودغري. والناس كلها كرهتني بسبب ادبي واحترامي. والله كل ده مؤدب قوي. ده رحت للدكتور نفساني. تمام ماشي. قال لي بقى انت لازم بقى تتعالج. قلت له بقى لما شاف حالتي بقى اما قال لي ايه؟ قال لي لا يا ابني انت لازم تتكحرط شويه. تخرج يعني مع بنات وتروح سينما وتشوف الدنيا تتكحرط؟ لا هو ما قاليش كده. امال قال لك ايه؟ قال لي اقتل. قال لك ايه؟ اقتل. دكتور نفساني قال لك اقتل؟ ما هعمل ايه؟ طب والله قال لي كده. ده اسمه ايه الدكتور ده؟ اسمه سعيد ملوخيه. سعيد ملوخيه؟ ده قطفته منين ده؟ بقول لك ايه؟ العياده بتاعته في شقه رقم كام؟ ده انتوا لقيتوا بعض بقى. لذيذ قوي زميلنا الجديد اللي انا. هو اللي جديد. انا اللي جديد. لا فوق بص بقى وعايزين نسرق عشان نخلص. انت قال لك تقتل جاي معانا ليه؟ احنا حراميه بنسرق. ايوه مش انتوا حراميه بتسرقوا؟ ايوه. انا بقى اجي معاكم عشان اسرق. تمام. ماشي ونخش بقى معانا كشافات. نخش بقى المكان اللي هنسرقه. هو في واحد غبي دايما بيوقع فازه. اهو موجود الغبي. ايوه. لما يوقع الفازه بقى تعمل كش على الارض. تقوم الخدامه بقى وهي نايمه تتقلب. فهي بتتقلب تعجبني اغتصبها. بالمره بقى ما احنا بنسرق. فلما اغتصبها بقى تقوم هي مخربشاني وما انا قاتلها. بس اخربشها زي ما خربشتني قبل ما اقتلها. ده بطوله مين ده؟ نعم بطوله مين اللي انت بتحكي؟ بطوله انا. بقول لك ايه ما عندناش احنا افلام والجو ده. احنا جايين نسرق. المعلم لو جه لي انا ما سرقناش هينفخنا. لا يا عم ماليش دعوه. انا عايز اقتل. ايه ده اعمل له ايه؟ يا ابني عايزين نسرق. انتوا تعالجوني. بقول لك ايه؟ هيتعالجوني. لازم هتقتل. هيضيع علينا. عايز اقتل. هتقتل. هفضحكوا. خلاص هيضيع علينا اليوم جري. ماشي اعمل ايه يا عم؟ خليه يقتل. اعمل انت الخدامه. ماشي خدامه. ما اعملش خدامات انا. يا ابني والله الدور ده حلو جدا. خدامه ايه يا عم؟ والله ما رضيت ارشح فيه حد غيرك. اعمله. ما بعملش انا خدامات. لو سمحت ساعدني تعبان. ساعده بس.
يلا والله قلت لك الاخباب يعطلوني والله. معلش عايزين اليوم المعلم تمسحها ينفخنا. يلا 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 مشهد قتل الخدامه اول مره اكشن. يلا اقتلها يا استاذ، يا استاذ اقتلها. ما هي ما تقلبتش فما تقلبتش فما عجبتنيش، هختصبها ازاي؟ خلاص لازم تخربشني عشان اقتلها، بس زي ما خربشتني خربشها. خلاص ما تيجي تخرج انت يا بيه. يا استاذه اتدلعي شويه عشان البطل بيتدلع علينا. بقول لكم ايه؟ ايه؟ خلصوني ورايا اوردر تاني. يلا عشان استاذه عندها اوردر في مذكرات مراهقه. يلا يا جماعه مشهد قتل الخدامه تاني مره اكشن. يلا اقتلها. ما تقتلها، ما هي بتموت لوحديها، ما بتفرفر قدامك اهو. معلش قول لها كلمتين بقى. ايوه ايوه عندك حق يا استاذه، واحده بتتقلب على السرير مش عربيه بتتقلب على الدائري. اعمل لكم ايه؟ ما انا قلت اتقلب جامد عشان اخربشني بسرعه. يخربشك؟ ايوه اخربشها، مش يمكن لما اخربشها تطلع كسبانه. والله عاشر واحده اخربشها ان انا الاقي الجدون ابدا يا استاذ. ما تجننيش والنبي معاك. انا مالي، انا انتوا اللي تساعدوني. دلع شويه. يلا مشهد قتل الخدامه تالت مره اكشن. لا انت هتعمل لي عرس هقتلها انا دي. لا وسع يا عم. اثبت بقى. اثبت بقى حرام عليك. دلعي. مش كده. خلاص يا عم اهدى. مش كده حرام عليك، مش عارف تشتغل ليه معايا. يا عم عايز اتعالج. والله بتعيط ليه دلوقتي؟ والله العظيم انا كنت مستسلمه لك والله. بلا مستسلمه بلا ليله. المفروض انت قاعده تتدلعي بمقص شويه كده اهو كده اهو، تعملي اي حركه. بس انا اول مره اشتغل دور زي ده والله العظيم. عاجبك كده انت؟ بس بس يا اختي بس. الله يرحمه كملي لي الثلاجه لحمه. روقي يا حبيبتي روقي، مالك؟ والله كان نجار قد الدنيا يا اختي. نجار؟ اخر حاجه قالها لي هاتي لي الحبايه وكوبايه ميه وقلم رصاص. طب قلم رصاص ليه؟ عشان الحته اللي بيبوسها كان بيعلم عليها. كان صنايعي. كان نجار هو. اه والله. طب جوزك يا حبيبتي مش عارف يركب لك شراعه في سنتك؟ صحيح بق النجار مخلع. ايوه كده فكي. بس بقى بتضحكوا؟ ما خلاص ضحكنا. انا عايش مساويات يا عم. هتعيط لنا ليه؟ والله العظيم عايش مساويات. انت اللي جايبك تسرق معانا عشان تعيط؟ اقول لك انا احكي. انا حكايتي سابعه الكافر. انا وانا صغير كنت بحب ابويا قوي، ابويا بيحبني بس ما كنتش بقعد معاه كتير، فقررت اطلع حرامي عشان اقعد معاه معظم الوقت. تقعد مع ابوك فتطلع ابوك حرامي يعني؟ لا انا ابويا مخبر. ازاي تقعد معاه معظم الوقت؟ ما انا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكان وميعاد السرقه، فيجي يقبض عليا، فاروح معاه اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى، وايلام بقى وشلاليت وافيان. بص بيدلعني. يا فرحه امك بيك، يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي؟ طبعا ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اشوف ابويا. يا ابني ما كده هيتقبض علينا. ما تخافش ابويا مخبر هطلعه. حلو قوي يا ابني. انت مجنون. يتقبض علينا. اوكي يتقبض علينا. ونروح بقى نقف كلنا عرض بقى قدام وكيل النيابه، نقف كلنا كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامه. الخدامه بقى تخش بقى وكلنا عرض كده، وانا واقف بقى في وسطهم وبعمل كده يعني. ثم معديه، بس لازم تعديني، واول ما تعديني ترجع تاني بسرعه تقول وحوش وحوش، وتقوم مخربشاني. اما تخربشني اقوم قتلها، بس قبل ما اقتلها خربشها زي ما خربشتني. انت مديحه كامل مقصره في حياتك بشكل كبير. ما هو اعمل ايه طيب يا جدعان؟ ما تقرفوناش يا جدعان. هو الدكتور اللي قال لي. والله العظيم لو ما عقلته المعلم هيجي من فوق. بص يلا لو ما عقلتش انا هخلص منك. ايه ده؟ ما انت معاك بتقتله اهو. بتقتله يا ابني؟ انت فاكر ده مسدس؟ امال ده ايه ده؟ لا ده مكنه خياطه بجيبه بس نرف حاجه نعمل واحنا شغالين. والنبي بعد البتاع ده عني، والنبي ابوس ايدك يا جدعان. ركزوا معايا والنبي. المعلم تمساح، عارف المعلم تمساح؟ ايوه يا عم بتاع ناشونال جيوغرافيك. انت عارف المعلم تمساح؟ ايوه عارف التمساح ده. كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده، حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص قام مخربشني. قمت مخربشني خربشني خربشني، جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه؟ ما تعال يا حبيبي، ايه على المعلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره؟ ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه؟ ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح.
أكبر أكاديمية لعلم الإجرام. أكاديمية التمساح. نؤهلك إلى الدخول إلى الإجرام بكل سلاسة. أكاديمية التمساح. نعلمك نطة الثقة عليها ما يهدي. أكاديمية التمساح. إذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحلة الأولى ستعاد الثانية مجانا. 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 ستعاد مجانا. أعمل البر. خلاص. مجانا. تقرني كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرح لكم. ما هو عارف المعلم تنساه. عارفينه ده راجل حنين قوي، لو جيلي انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ بيشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا 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 رب على الغباء، انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده. لو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنها. يا بو انا فهمتك. بص انا هفهمك بو يا ابني افهم بو في قدامي بس يا ابني. يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا جاهزين. جاهزين ندور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم يا معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا طب ما لقيتش الشغاله. يا عم شغلته ليه؟ طيب يا معلم. يا معلم تمساح. 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 مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه. مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه. ده امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح؟ يا معلم انتوا مش شايفيني يالا؟ لا لا يا معلم. انتوا اول مره تجوا لي يالا؟ ايوه يا معلم. اصل ما كنا فاكرين. ايه ايه؟ ايوه يا معلم. ايوه ايوه. انتوا مش اول مره تشوفوني؟ ايوه. انتوا اول مره تشوفوني؟ يا معلم. يا معلم. ها 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 يا معلم. ولا اسال. بلا لا لا. ايه الواد الاهبل ده؟ يا معلم ادينا فرصه نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني. واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها؟ هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي الثلاجه معديه؟ لا الغساله معديه؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في ثلاجه معديه؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غساله معديه؟ فهمنا اقصد يعني اللي دخل واحد هنا هو غريب مثلا الشقه؟ يعني دي مش شقه؟ مش على الطلاب الثلاثه فهمنا يا معلم. احنا اسفين، احنا مش عايزين نضيع وقت. انا بكره الرغي. ايوه انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه. يا علاء يا يلا كل يلا. لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا؟ يا انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا. انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يالا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يالا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا. امال هسيبهم يعني في الثلاجه؟ ما انا اصلي لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا يا معلم. اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يالا ده انت ذكي يالا. لا ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي. هنقعد نرغي. لا يا معلم عايزين نشوف شغلنا يالا. ماشي يا معلم عايزين نشوف شغلنا. ما تقلقش انا عامل تحريات. لميت المسروقات. اه عامل تحريات. مفيش حد هيجي من البيت ده، كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. اوعى على حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا. دي تبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك. اوعى تخستع معايا يالا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟ بعد ما قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم معلم ايه؟ ايه صوت الزمارة ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت زمارة؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زمارة اتزمر يا اخي. علم يا استاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزمارة ده؟ يمكن العروسة كانت من الكوافير. يا ابني عروسة عروسة ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 بيب. والزينة بقى.
احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص انا الصوت ده هبص. عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم. ماشي هتودينا في داهيه لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه. ماشي الحق ابص. عايزك تروح تبص بسرعه ها وتيجي تقول يلا. ماشي بقول لك ايه عايز الحق ابص يا معلم. انت لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك إيه؟ ايه انا كلامك ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول صحاب الشقه ولا لا؟ ماشي يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف لي دول صحاب الشقه ولا لا. ماشي يا معلم. هتعمل ايه؟ هروح اتنيل ابص اشوف صحاب الشقه جم ولا لا. انا قلت لك اتنيل يا معلم والنبي. يلا روح بص. ماشي ربنا يستر. يا رب يستر. ربنا يستر يا معلم. تمين يالا. مصيبه يا معلم مصيبه. ايه صحاب البيت جم. ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه احنا لازم نستخبى بسرعه. احنا مش هنلحق نهرب. ماشي. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني. لان ممكن بسرعة. اول واحد مثلا يتقبض عليه هيقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه. لكن يبقى كل واحد يستخبى يستخبى مع نفسه ما يقولش للتاني يستخبى في اي حته. الفيلا باربع سلالم يا معلم زمانهم طلعوا. الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. ايوه بس وانتم بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد لان انا ده حصل معايا قبل كده. حصل معايا قبل كده. كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. كان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش. استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه استخبى. يلا استخبى. اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا. انت قلت لهم قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا. استنى حله المحشي. خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميادي بس النبي السنه هي السنه باظ خالص يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باظ هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس. بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش ماشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا مياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت راجل فاسي. طب ينفع كده انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها؟ ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له. يا انت ياجي فاسي فاسي يا حبيبتي. الكلام كله ليه معنى دي ليها ريحه. فهمتي يا حبيبي؟ ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمه لك. اوكي يا مياد انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين. وقع مننا 8 اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. انا اللي هساعدك. سيبك من الدكتور ده. ماشي قولي ورايا سيس سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش يدغى في حرف سي. طب انت لدغى في ايه بالظبط حددي. انا يدغى في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها ايه يام دي؟ حرف يام. ايام ايام شاهين. يقى يا ميوت ايام ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ميوت لا ايام زي كلمه ياي. سحر عيونه نظراته اول ما تلاقينا عيني بعاي. ما انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا مياد زي كلمه كيب 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 لا يا حبيبي كيب.